إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من يسر هذا الإسلام ومن سماحته أن نوع الله لنا الأعمال، فالأعمال متنوعة، والحكمة من ذلك أن العمل الواحد قد يمل ويزهد فيه، لكن نوع الله لنا الأعمال وفتح لنا أبواب الخيرات وأمرنا بالاستباق إليها فله الحمد وله المنة. أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال: وما تفعلوا من خير، وهنا خير نكرة يشمل جميع الخيرات يعلمه الله، ويقول ربنا: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال الله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فهذه أبواب فتحها ربنا لنا لنسارع إلى الخيرات. الأعمال الصالحة لا تساويها الدنيا، بل ربما لا تساوي كلمة من الأعمال الصالحة. فطرق الخير كثيرة والأعمال متنوعة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الدنيا من أولها إلى آخرها الشمس تطلع على كل شيء. هذه الكلمات الأربع أحب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى من الدنيا وما فيها. ويقول ربنا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة بعشر أمثالها بنص القرآن الكريم. إذا عمل العامل حسنة واحدة كتبها ربه سبحانه وتعالى عشر حسنات، ثم بعد ذلك الزيادة لمن قوي إيمانه وحسن إسلامه. قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فبعد العشر المضاعفة على حسب الإيمان والإسلام، بل من فضل رب العالمين عليكم يا معاشر المسلمين ما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إن الله، أو قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها له ربه حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة كاملة. ويل ثم ويل لمن غلبت أحاده عشراته. الحسنة بعشر أمثالها. أيها المسلمون، انظروا إلى أعمال يسيرة والأجور كبيرة، لكننا والله بخلاء نبخل على أنفسنا. روى الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وجهاد والجهاد في سبيله. قال: قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. انظروا إلى هذه الأعمال، فأعلاها هو توحيد الله، هو الإيمان بالله، هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وهكذا الرقاب، أي الرق لما كان والمملوك لما كان، فأفضل العتق أن تكون الرقبة غالية في ثمنها ونفيسة عند أهلها، محبوبة عند أهلها. قال أبو ذر والصحابة
يسألون للعلم والعمل، لا يسألون لمجرد العلم فقط، إنما للعلم والعمل، رضي الله عنهم جميعا. قال في هذا الحديث: فإن لم أفعل قال تعين صانعا، الصانع هو العامل. إذا كان الإسلام أمر بإعانة الصانع فغيره من باب أولى. وفي رواية: تعين ضائعا لا يجيد عملا، أو تصنع لأخراق لا يجيد حرفة ولا عملا. قال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أيها المسلمون، النفوس هي مليئة بالشرور والآثام، فكفوا شركم عن المسلمين، فمن فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه. أعمال يسيرة وأجور كثيرة. وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصبح على كل سلامة صدقة. والسلامة هي العظام الصغيرة والمفاصل، والإنسان فيه 360 مفصلا، عليه في كل يوم صدقة على كل مفصل وعلى كل عضو. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. التسبيح أن تقول سبحان الله، فإذا قلت سبحان الله فهذه صدقة منك على نفسك، وهكذا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والأمر بالمعروف، أن تأمر بما أمر به الشرع وأن تنهى عما نهى عنه الشرع، فهذه صدقات تعود عليك بالخيرات والمسرات والأجور العظيمات الكثيرات. روى مسلم عن أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. يا سبحان الله، أعلمه الله وأخبره الله عن حسنات أمته وسيئاتها. من الحسنات أن تميط الأذى عن الطريق، ما يؤذي المارة من شوك أو شجر أو حجر أو أذى أو زجاج أو عود أو ما أشبه ذلك، فإذا أزلته من الطريق فهذا من محاسن أعمال أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المساوئ أن يبصق الرجل في بيت الله والبصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، هذا لما كان مسجده من التراب مفروشا من التراب والحصبة. أما الآن فإذا وقعت فيجب على الإنسان أن يزيل أذى بالمنديل، فهذه من الأعمال السيئة.
جاء أيضا في مسلم عن أبي ذر أن ناسا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ومعنى ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. انظروا إلى الصحابة، لم يقولوا ذهب أهل الدثور بالأجور يركبون ما لا نركب، ويأكلون ما لا نأكل، ويسكنون ما لا نسكن، ويلبسون ما لا نلبس. هذه هممنا. أما الصحابة قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لهم موجها: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أي إذا أتى الرجل أهله كتب الله له أجرا، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إن النيات تجعل الأعمال الصغيرة كبيرة، وتجعل العادات عبادات، وإن الغفلة تجعل العبادات عادات، وتجعل الأعمال الكبيرة صغيرة. أيها المسلمون، قال النبي لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي منبسط مستبشر. هذا من المعروف، انبساط الوجه لا يكلفك مالا ولا جهدا، هذا من المعروف، وفيه حسنات وفيه صدقات. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. انظر إلى هذا العمل، قطع الشجرة، إما أنها كانت تؤذي من أعلاها أو من أسفلها، نحى غصنا وقطع غصنا عن طريق المسلمين، لأن أحيانا ربما الشوكة تفقأ عينا، أو ربما تخرج دما، وربما صار الرجل به عاهة بسبب شوكة، إما في رأسه وإما في رجله وإما في سائر جسده. فهذا عمل عمله هذا الصحابي، أن قطع غصنا من شجرة كانت تؤذي المسلمين، فصار يتقلب في الجنة. إنه عمل يسير، بل جعل الإسلام إماطة الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، من شعب الإيمان. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم قال: الإيمان 64 أو قال 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريقة. بل إن شربة لكلب، إن شربة لكلب أدخلت صاحبها الجنة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمشي بالطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب، فصعد فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، أي أنه يلهث الثرى المبلول يريد أن يبرد الظمأ. فقال هذا الرجل الإسرائيلي: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فنزل إلى البئر وعاد وملأ خفه النعل الذي يلبسه الذي أخفى قدمه، وملأه ماء وأمسكه على فيه ورقي البئر وسقى الكلب، فشكر الله له فعله فأدخله الجنة. وفي رواية أن زانية من بني إسرائيل فعلت ذلك وسقت كلبا، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطبة أجر. هكذا الصحابة رضي الله عنهم. فكيف بمن سقى إنسانا؟ كيف بمن سقى مسلما؟ ومن سقى مسلما عن ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة؟ أيها المسلمون، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل يوم يصبح فيه العباد على كل سلامة صدقة. قال النبي: تعدل بين 2 صدقة، أو تعين الرجل على دابته فترفعه عليها، أو تحمل له عليها متاع صدقة. لو وجدت مسلما قد وقفت سيارته أو دراجته أو بهيمته وأعنته على ذلك، هذه صدقة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الجميلة التي تخرج من فيك وفيها إسعاد وفيها انشراح لأخيك هي صدقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أليست بأعمال يسيرة؟ والله لا تكلفنا، لا تحتاج منا جهدا، لكن الموفق من وفقه الله وسدده وأعانه. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، روى الشيخان عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان،
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة أي بنصف تمرة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة، إن شق التمرة قد تحجب النار عن صاحبها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز. العنز هي الشاه، ومنيحتها أن تعطيها جارك فيشرب لبنها، فإذا انتهى لبنها ردها إليك. 40 خصلة، أعلاها منيحة العنز. ما من عبد يعمل بخصلة رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. أيها المسلمون، روى الشيخ، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذه من مكفرات الأعمال. بل روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قام العبد المؤمن أو قال المسلم فتوضأ وغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة، خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يصبح نقيا من الذنوب والخطايا. إنه ماء، ماء طاهر يضعه المتوضئ ليزيل الأوساخ عن أعضائه، عن وجهه ويديه ورجليه، وهذا هو الفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا أي أتى بكرة، أتى إلى صلاة الفجر أو راح أي أتى إلى المسجد ظهرا أو عصرا، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، وهو اللحم الذي يكون بين ظلفي الشاة، لحم يسير، لا تحقرن جارة لجارتها. وقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إن الأعمال يسيرة وإن الأجور كثيرة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم:
فيما رواه الشيخان عن أبي موسى من صلى البردين دخل الجنة: إنك إذا أكلت ولدك وإذا أكلت زوجتك واحتسبت الأجر صدقة يكتبها رب العالمين لك صدقة. قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك فهي صدقة. احتسبوا الأجر وابحثوا عن الأعمال. أصحاب الدنيا يبحثون عن الدنيا وعن الأرباح وعن الأموال، ولو أدى الأمر إلى السفر أو الذهاب أو المشقة فالآخرة هي خير من الأولى، وإن الآخرة لهي الحيوان، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة يا رب العالمين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى، اللهم اجمع قلوبنا على الحق والهدى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله في نفسه، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له راية، واجعله عظة وعبرة وآية. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بالنصارى الغاصبين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، والحمد لله.